تزعم العرب أن الحجارة كانت رطبة لينة قبل أن يعصى ابن آدم ويقتل أخاه. قال ابن العجاج: قد كان ذلكم زمن الفطحل والصخر متبل كطين الوحل. وقال مقاتل ابن سليمان: أثرت قدم إبراهيم عليه السلام في الصخر كتأثير أقدام الناس في ذلك الزمان في الصخور، إلا أن الله تعالى سوى تلك الآثار وعفاها ومسحها ومحاها سوى أثر قدم إبراهيم عليه السلام تكرمة له وإرادة لتخليد ذكره. وكانوا يقولون إن كل شيء كان ينطق ويعرف. قال أمية بن الصلت في ذلك: بآية كان ينطق كل شيء وخان أمانة الديك الغراب. ويقولون إن الأشجار لم يكن لها شوك. قال الشاعر: وكان رطيبا يوم ذلك صخرها، وكان حصيدا طلحها وسيالها. وإن ذلك إنما تغير حين عصى ابن آدم في قتله أخاه. وإن الأرض لما شربت من دم المقتول عوقبت بعشر خصال، أنبت الله فيها الشوك، وصير فيها الفيافي، وخرق فيها البحار، وملح طعمها وطعم أكثر مياهها، وخلق فيها الهوام والسباع، وجعلت قرار العاصين، وصير جهنم فيها، وجعل ثمرها لا يأتي إلا في حين، وجعلت توطأ بالأقدام، ثم لم تشرب بعد ذلك الأرض دم أحد من ولد آدم ولا غير ولده. ويقال إن الحية كانت مثل الجمل وكانت تطير، فدخل فيها إبليس فطارت به حتى أدخلته الجنة فأغوى آدم فسيرت ملعونة. قال عدي بن زيد: وكانت الحية الرقطاء إذ خلقت كانت ترى ناقة في الخلق أو جملا، فعوقبت بقص جناحيها وقطع أرجلها وإعراء جلدها وشق لسانها وإلقاء عداوة الناس عليها، ونسب الكذب والظلم إليها، فقيل: أكذب من حية وأظلم من حية. وكذبها أنها تنطوي في الرمل على الطريق فتصير كأنها طبق خيزران، ومنها حيات بيض تستدير فتحسب خلاخيل أو أساور، وذلك لتغري الناس فتهلكهم. وظلمها أنها لا تمر بجحر فتدخله إلا هرب صاحبه منه وخلاه لها. والله أعلم.